يعني طلع عندي في رجال حلو ابيض، وبعدين طلع عندي ورقة الزواج. هذا اول شيء طلع، برغم من انه في ورقة طلعت تابعة انه في مشاكل موجودة، بس يعني قراءة حلوة. وكمان احب ابشرك انه طلع عندي طاقتك الطاقة تبعك حلوة كتير. طاقة الورقة اللي اجتك انه في عندك حظ حلو، في عندك سفر ممكن يكون قصير هيك، في حب موجود بحياتك، حب حلو حظ، في حدا بيفكر فيك، يعني شغلات حلوة، طاقتك حلوة، انرجي، في طاقة ايجابية. المهم اليوم رح نعمل القراءة العاطفية ورح نشوف أحوالك إيه يا برج الدلو، ومشاعر الحبيب اتجاهك إيه، والعلاقة ماشية إزاي. فالأوراق اللي طلعوا أوراق جميلة جدا، ورح نبلش. أحب أذكر كمان إنه أنا عم بحاول أتكلم بطريقة تفهموني بها، لأنه اللهجة تبعنا إحنا هون ما رح تفهموا علي، فهمت؟ لا هيك رح نبلش. فاللي انا شايفاه يا برج الدلو انه انت في وقت فرح وسعادة، وحاليا كتخرج كتفسح، يعني بتخرج وتتوسع في طاقة ايجابية جدا. كمان عندي في ورقة بتقول لك عشان ترجع الرومانسية لحياتك اكتر لازم تبقى اكتيف وسعيد، وانت كده فعلا. فانا طالع لي انت فرحان جدا وفي طاقة من الايجابية، وعلى فكرة الحبيب كمان بيحقق نجاحات وسعيد وفرحان ومقضي وقت حلو، يعني مقضي عم معك يدوز يعني وقت حلو. واحب بشرك انه عندي الحبيب عايز يرتبط بيك، بيحبك كتير كتير. أما إذا كان عيان ممكن يكون شوية تعبان، طالقة في عندي ورقة إنه ممكن يكون تعبان، احتمال يكون جسديا أو نفسيا. بحب بشرك إنه راح يتشافى، لأنه حاليا بيعمل استشفاء. وهو كمان شايفك شخص جميل يا برج الدلو، وشايفك شخص بتمسك أعصابك ومميز، وفيك شغلات كتير حلوة من جواتك. كمان طلعت عندي في ورق للحبيب، الورق بيقول له انه الحبيب احيانا بيبقى حاسس انه الطريق قدامه مسدودة، ولكن دي مجرد اوهام، وعشان ما يبقاش الحبيب عشان الحبيب ما يبقاش حاسس بهذا الاحساس انه الطريق امامه مسدودة، لازم يدور على طريق تانية، هيك الورق بينصحه. وكمان الحبيب بيفكر انه ممكن يحل المشكلة معاك، سواء كانت فلوس او ارتباط او زواج او حتى العيلة، اذا كان في مشاكل هيك او شغلات يعني صارت بيناتكم. فانا بشوف انك ممكن تكون بتتعامل مع شخص ترابي، سواء كان عذراء، شو اسمه الثاني، تور او حتى هو البرج الثاني او حتى برج الاسد، لان التفكير بيشبه الابراج الترابية، لانها بتفكر بطريقة واحدة، في مشكل اذا لازم لاقي الحل. يعني الابراج الترابية بالرغم من انهم عم بيفكروا كتير وعم بيحسبوا خطواتهم، بس عم يعني بدهم يلاقوا الطريقة عشان يخلصوا من المشكلة اللي عندهم بطريقة تناسبهم. وحقيقة الشخص ده غير تفكيره وبدأ بيفكر بطريقة تانية، غير نظرته حول العلاقات والحب والارتباط. يعني هو بيقول انه مش لازم تكون بنفس الطريقة اللي هو متعود عليها، فهو حاليا متغير، وحاليا متغير حتى تفكيره متغير. وهو شايف انه لازم يدي العلاقة فرصة تانية.
خصوصا انه شايفك انك انت انسان مرح وفرحان وما و مرح وسايب الامور على ربنا، وانسان شايفك انسان روحاني جدا وطيب وجميل وعندك قدرة على ضبط النفس، وشايفك شخص حنون جدا بتطبطب على غيرك وطيب كتير. قراءتك حلوة يا برج الدلو، حلوة. وحب أشرك إنه في عندي إنه خلال الأسابيع القليلة القادمة الأمور حترجع لمجاريها بينكم وحتتحسن، والشخص ده حيدور على حلول مناسبة عشان يضبط بيها العلاقة تبعكم، وتكونوا في سعادة ومتفاهمين أكثر. كمان أنت يا برج الدلو، أنا حبيت برج الدلو خلاص. كمان أنت يا برج الدلو إنسان طيب، وكأنه الورق عطيني إنه أنت سفير السلام، إنسان قلبه مفتوح للحب، إنسان طيب وما بيحبش المشاكل، وإنسان مش بتاع يعني لف ودوران. وانت كمان شايف الحبيب كده، شايف انه مش بتاع لف ودوران، وانت كمان بتحس بالسعادة والالفة معه. وفي الفترة الجاية خليني اشوف لك، في الفترة الجاية الاوراق كتير حلوة، طالع عندي ورقتين للزواج، يعني الورقة الثانية هون ورقة هون، يعني الانسان ده عم يفكر في الارتباط يعني بصراحة. خليني اشوف لك في الفترة الجاية. خلينا نشوف. انا على طول عم بحب احط الورق عشان ما نضيع وقت. يا برج الدلو، في الفترة الجاية هتلاقي في طرق مختلفة تقدر تقرب بيها وجهات النظر بينك وبين الشخص ده. فأنت غتقضي وقت حلو، غتخرج وتنبسط وتتفسح، وحيبقى في تواصل روحي بينك وبين الشخص ده. انتو ممكن يعني يمكن حيتم عندكم في الزواج خلال الشهر ده، يعني مبين عندي، طالع عندي ورق الزواج مرتين يعني. كذلك عندي في فرح، في سعادة، يعني في شغلات حلوة يا برج الدلو. كمان في عندكم 3 أوراق يا كمان، يعني في 3 ورقات. في عندي طالعة ورقة الزواج، ورقة الأطفال، ورقة الحياة السعيدة، يعني مو ممكن الأوراق دي تطلع مع بعضها يعني هيك. يعني هذه أول قراءة بتطلع فيها كل هالشغلات هاي. حتى يا برج الدلو إذا كنتوا أنتوا متباعدين ففي عندكم رجوع، ده شي مؤكد عندي. وفي ناس حيبقى في عندها حمل كمان. كمان جايز تعملوا مع بعضكم حاجات مشتركة، ممكن مشروع، ولكن انتوا الاثنين حتكونوا مبسوطين، يعني الشغلة هذه حتعملوها مع بعضكم. في عندي ارتباط وزواج ورجوع وكل شيء حلو، طالع عندي كل شيء حلو. تبارك الله وصلى النبي، عندنا احنا بنقول تبارك الله وصلى النبي، الله يتمم على خير. كمان طالع عندي ورقة، خليني اشوف لك، شوف راح يجي من ورا هالورقة. لا لا، انت حظك حلو، انت خلاص خلاص طلعت لك ورقة السعادة. خليني اشوف لك هونيك. الزواج، طالع عندي ورقة الزواج والأولاد، يعني طالع عندي ورقة السعادة والفرح والأولاد. وكمان بتقول لك الورقة اختر الشيء، يعني اختر الشيء اللي حيوصلك للي انت عايزه، يعني الشيء اللي بتشوفه مناسب لإلك. كمان عندي ورقة بتقول لك انتوا روحانيين، انتوا الاتنين
الشخص ده هيتغير، فإذا كنت قلقان منه فاطمن، أنا كبقول لك اطمن، لأنه الشخص ده داخل في تغيير، لأنه شايفك الشخص المناسب إله، وشايفك الهدوء والسلام الداخلي، فأنتوا الاتنين غتوزوا مع بعضكم وقت حلو، يعني حتقضوا مع بعضكم وقت حلو. عندي ورقة طالعة لك عم بقراها، طالعة لك ورقة بتقول لك انت واحد، انت معجزة وواحد من هذا الكون، فحس بالارتباط الروحي اللي موجود بينك وبين الآخرين، مش بينك وبين الحبيب، بينك وبين الآخرين، لأنك لما بتحس بالحب معه ومع الناس بتكون أكثر سعادة وفرح. كمان في ملائكة حوالينا وربنا موجود، فممكن تتواصل في أي وقت لما تشعر بالوحدة مثلا، ولكن أنت أصلا في طاقة إيجابية عندك وحاسس إنك سعيد، وطالع عندي عندك طاقة فرح. خلينا نشوف لك ورقة تانية يا برج الدلو، نشوف شو بيطلع معنا، نشوف. شو هالورقة؟ استنوا، اها طالع عندي، اها شو هاي السيف تبعكم؟ اوكي السيف، منيح. طالع عندي ورقة، جايك ورقة بتقول انت المعززة، وهذه بصراحة هيدي هي الحقيقة، لأنه الإنسان بحد ذاته هو معجزة، خلقنا الله وكل إنسان فيه معجزات كثيرة، لأنه في طاقة جميلة قوي عندك يا برج الدلو، وإنت بتقدر إنك توزع هذه الطاقة هذه على الناس، والشخص اللي معه كمان هو طيب كثير. كمان بتقول لك الورقة أنت وهذا الشخص اطلبوا المساعدة من ربنا، فأنتوا ممكن تكونوا مش مرتبطين. خلوني، حتى لو كنتوا منفصلين فأنتوا سولميت ورفقاء روح، وفيكم ناس كذلك توأم شعلة، وحتى لو كنتوا مفلسين حترجعوا لبعض لأنكم بتحبوا بعض. فالقراءة تبعكم قراءة حلوة يا برج الدلو، كذلك عم شوف في قراءة تانية عندي هون، إنه في ناس بيناتهم مشاكل، حب قلن إنه الأمور راح تصير منيحة وراح تخلص هاي المشاكل، لأنه أنتو مع بعضكم سولميت، وفي تواصل روحي، وراح يكون في رجوع. في ناس عندهم عرس كمان، عندهم عرس، وفي ناس عندهم خطبة، بقول لهم الأمور راح تمشي مزبوط، بس انتو لازم تضلوا إيجابيين وتضل عندكم الطاقة الإيجابية. حب لكم إنه الحظ واقف معكم، والوقت وقتكم، يعني بلش الحظ الحلو مبلش معكم، وحتى نفسيتكم حلوة وإنتوا ناس طيبين مبين عندي، والملائكة وربنا واقف معكم طول ما إنتوا متوكلين عليه، يعني توكلوا على الله، فربنا معاكم يا برج الدلو.
ما تنسوش تقولوا لي ايه الاخبار وايه الموضوع، ايه القراءة الحلوة اللي عندي والطاقة الايجابية، شو سر هاي الطاقة الايجابية؟ تبارك الله وصلى عنبي، لان القراءة دي قراءة جميلة وملفتة للنظر بصراحة. فقولوا لي ايه الاخبار في التعليقات، وما تنسوش تعملوا اشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلني كل جديد، يوصلكم كل جديد. اعذروني بس القراءة دي أثرت علي، لأنه قراءة حلوة، يعني قراءة كتير حلوة، وبرج الدلو هون طالع الملك بصراحة، حتى الحبيب كتير منيح طالع عندي. فأشوفكم على خير، وتنسوش تخبروني، لأنه في عندي فضول أعرف الموضوع شو يعني الموضوع. فربنا معاكم.